حياك الله أستاذ سعد. الله يحييك يبارك فيك. الظاهر أنك هم يقولوا فر من النار وفي النار وقع، لكن توقعت في الجنة إن شاء الله بإذن الله. ما كنت بالإدارة، قدمت على الإفادة. إيه نعم، لا ترجعت مدير بعدها، رجعوني مدير. بس خرجت من تلك الأزمة. أيه صحيح. ومن التكليف بالإفادة. صحيح. وجاب طار الهند طيب. ما فيه يعني. ولا هي كان المتاحة. جت لا كان عندي يعني عندي هدف الخروج خارج المملكة. طبعا أنا كان في بالي ما إني ما أطلع من السعودية مطلقا. تماما. لكن في مصادفة قابلت واحد قال ترى في شيء اسمه إفاد، وكان عندي أزمة أنا داخلية، أشياء خاصة أسرية وأيضا جوانب مادية، وقال لي ترى فيها حوافز مادية، فقلت يا ولد ليش ما أخذ هذه التجربة؟ وهذه من الإشكالات الموجودة في حياتي. القرار لا يأخذ معي أكثر من 10 دقائق، قرار مصيري. قاعد أتكلم عن خروج من بلد إلى بلد، من وطن إلى، ولا كنت أبغى الهند. يعني تقدم وتشوف وش يعطونك الوزارة أصلا خيارات. الهند كانت الخيار الثالث، كان الخيار الأول بريطانيا، والخيار الثاني الصين، الخيار الثالث ألمانيا، والخيار الرابع الهند. بريطانيا وحنا في اللجنة قالوا لنا بريطانيا ألغيت، خذوا الخيارات الأخرى. فقلت ماني مغير ورقتي، خلوها على ما هي، وجت الهند. لكن كان عندي رغبة بإني أخرج، وكان الهدف جزء منه اجتماعي أسري، وجزء منه فيه جوانب مادية. خلينا نقول أصداء الخبر الهند، إنه سعد طالع الهند. من صدمة لي أنا، وصدمة للناس اللي حولي، لأن أنا ما سافر أصلاً. أنا لما جيت أطلع جواز اضطريت إني أطلع جواز. لما جيت أطلع جواز يقول لي حق الجوازات وين جوازك؟ قلت ما عندي جواز. كان أقول وين جوازك؟ ما عندي جواز. قال تكون رايح يمين يسار، يا رجل ما عندي جواز. قال يا أخي كيف تصل 30 ما عندك جواز؟ ما عندي جواز، أنا فعليا ما عندي جواز. طلعت الجواز بعد 3 سنوات، طلع جواز خاص سبيشال باسبورت، رايح برا المملكة ممثل للمملكة. ما شاء الله. فلما جت عند فكرة الهند وجيت أطلع الهند، صارت أشبه ما تكون بالنكتة عند الناس اللي حولها. هيا خلينا أخذ كذا لحظة الدهشة. بلد شبه قارة فيها ثقافات متعددة، لغة أنت ما تعرفها تماما، جاي من منطقة طرفية، يعني ما عشت مثلا حضارات متعدده مرت عليكم زي المناطق مثلا او العواصم اي اللي اشتغل في شركات. اي نعم. كيف كانت الدهشه؟ انا ركبت الطيارة بثوبي ومعي ملابس الجنز الحال، الشخصيه يعني مختلفه تماما. نزلت من المطار، رحت مباشره بدلت الملابس. اول ما وطأت يعني تجاوزت الجوازات ودخلت للمطار، أول شيء اتخذته قرار العودة، بس على أسرع رحلة. بس يعني عيب إني أرجع قدام أهلي بثاني يوم، فخلني أدخل البلد على طول. البلد غير صالح للمعيشة، مطار سيء جدا ما كنت أتصوره، صغيرة البلد. فاستقبلني واحد من الشباب جزاه الله خير، وأخذني وداني فندق ونزلني. كنا في رمضان على أثر سفر وتعب وصايم، نمت صحيت الساعة 8 بعد المغرب بشوي. كان معي يعني كذا قدرا كنت ماخذ معي والله أكل خفيف، خبز أو جبن أو شيء يعني معي بالطيارة. قلت لو أذن وحنا في الطيارة ما أدري عاد وش يصير معي. أكلته وصحيت ونزلت الساعة 8، شوية إنجليزي مكسر، وقلت للريسبشن أبغى مطعم. فقال لي مطعم وين؟ الساعة 8 بالليل مقفلين. طيب 8 وش المشكلة 8؟ قال لي كل شيء سكر، ما في بقالة. قال ما في بقالة يا رجل، ما في. هذا عام كم كان تقريبا؟ 2007 1928. واتصل على الشخص اللي استقبلني ولسه ما معي شريحه. السلام عليكم. قلت يا اخوي انا ابغى فطور. هذا قاعد يضحك، قال لا ما في هذا، انسى. ما انت بالسعوديه، ما في شيء اسمه 24 ساعه. طيب الحل؟ قال الحل فيه الليله سهره بالسفاره الاماراتيه، عازمين الشباب الخليجيين وبتجي. رحت وتعشيت معهم وحلت الازمه. لكن كانت نقلة كبيرة جدا في جوانب كثيرة. الهند إن صح التعبير كتالوج العالم. لما أقول عطني كتالوج منتجاتك أخذ الهند. الفقر المدقع والغنى الفاحش، أنواع الأمراض والاستشفاء إلى الأكسجين، العلاج بالأكسجين من أوائل من برعوا فيه. المتناقضات كلها. البروفيسور اللي يعبد فار، والشخص الروحاني اللي يأتون من كل مكان في العالم، أو الحكيم اللي ما يزال عندهم إلى اليوم، الحكيم اللي يأتون إليه من كل مكان بالعالم وهو شخص لا يقرأ ولا يكتب. فيها تناقضات عجيبة. كثرة الديانات، الربية الهندية مكتوب عليها 15 لغة. يعني حتى أنا من المواقف الطريفة ترجمت بين هنديين، هندي وهندي. أوه. واحد جاي من كيرلا ما يعرف الأردو، واحد أردو ما يعرف الكيرلا. عجيب. وهذا عنده شوي إنجليزي، هذا عنده
أو أنا عندي شوي أردو، فأخذ من هذا كلمتين إنجليزي وترجمهم بالنية وأعطي هذا وإلين. فبلد بلد عجيب جدا، فيه متناقضات كثيرة، فيه متناقضات كثيرة، وفيه عادات مختلفة عن عاداتنا، وفيه طبائع مختلفة عن طبائعنا. بلد محافظ، عنده نسبة المحافظة. يعني أذكر بعد ما رجعت من الهند قالوا الشباب نبغى نروح زيارة الهند، وبنا نروح معك أنت يعني خبير. فقلت لهم امشوا معي يلا، فلان وفلان وفلان، أربعة من أعز أصدقائي، مشينا. قلت لهم شوفوا، قالوا نعم. قلت احنا في الطريق إلى المنتجعات، إلى الأماكن السياحية، لاحظوا لي الإعلانات، الدعايات الموجودة. فيه ملاحظة اللي لاحظها ذكي، جميع الإعلانات فيها شيء واحد ثابت، أي منتج بغض النظر ملبوس، مأكول، مطعم، شركة طيران، أي إعلان ستشاهدون فيه هذه الملاحظة. دققوا، قال يا أخي ما فيه، ما المرأة، أن كل الإعلانات فيها مرأة. قلت لا، مو المرأة فقط، لا يكاد يوجد إعلان في الهند إلا فيه عائلة، عائلة بأجيالها، جد وجدة وأبوين ومعهم طفل صغير. مفهوم، مفهوم الأسرة، الأسرة عندهم مفهوم الأسرة. عميق يعني، عميق جداً جداً. أنا كنت أتصور أنه موجود عندنا في الدول العربية وفي الخليجية تحديداً بشكل أكبر، لاحظت موجود هناك. تقدير المرأة واحترام خصوصيتها في المولات وفي المطارات، أدخل أنا وزوجتي هي تفتشها امرأة وأنا يفتشني رجل، وليس لأجل أنك مالله مثلاً غريب أو من خارج البلد، أو حتى الهنود نفسهم بهذه الطريقة. يعني عندهم هذا الجانب، كان يعني جميل. جانب أذكر عجوز يعني سكننا عندها، كانت تقول ذبحتنا الجامعة، وسمت إحدى الدول فتحت جامعة عندها. قلت ليش؟ قالت ما عرفنا الجنس إلا منها. كان هذا 2007، قريب يعتبر. يعني في جوانب عندهم قيمية كانت مرتفعة، تقدير الكبير جميل، الأمانة عندهم عالية،